روضة شوبينات مؤسسة متعددة الاستقبال معتمدة من طرف الدولة الجزائرية. الروضة تستقبل الأطفال من 3 أشهر إلى 6 سنوات، وفيها أقسام البراعم، أقسام التمهيد، أقسام التحضير، تحفيظ القرآن الكريم، التغذية الصحية المتنوعة، تعليم اللغات، ألعاب ترفيهية وفكرية. منهج المنتسوري. من الخدمات التي تقدم هذه المؤسسة هي الإطعام داخل روضة شوبينات. وأطفال روضة شوبينات يتمتعون ويستمتعون بنشاطات ثقافية ذات طابع تربوي. للتقرب من خدماتنا يرجى زيارة المؤسسة الموجودة في الرائد فراج، وأيضا التصفح في موقع التواصل الاجتماعي شوبينات فيسبوك. مرحبا للجميع.